طيب، وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الكام يوم اللي جايين، احنا معنا على التليفون الأستاذ أو الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، صباح الفل على حضرتك وسنة سعيدة عليك وعلى أهل بيتك يا رب. صباح الخير يا أستاذ، على حضرتك وعلى سنة هوند وكل سنة والطيبين وكل الشعب المصري وجمهور أهلي بألف خير. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. المتوقع خلال مثلا مبدئيا كده 48 ساعه اللي جايين ان شاء الله الجو متوقع يكون عامل ازاي يا دكتور محمود؟ طقس مشمس الحمد لله، شتاء مصر الممتع، شمس شتاء مصر الممتعه موجوده معانا خلال فترات النهار، بنشوف جو جميل جدا الصبح بعد الساعه 9 10 كده تلاقي الشمس مشرقه بشكل كبير، بتخلي الطقس الى حد ما بيكون مائل للبروده شويه، ما تقولش بقى بارد زي الاول او شديد البروده، لكن فترات الليل مجرد ما بتغيب اشعه الشمس تنخفض الضغط بشكل سريع وبيكون الطقس بالليل شديد البروده بالفعل على كافه محافظات الجمهوريه، بل ويصل للصقيع على مزروعات وسط سيناء لان درجات الحراره هناك اقل من الدرجات المئويه. انما طبعا للظواهر الجويه اللي بتاثر علينا في الاستقرار الشديد في الاحوال الجويه اللي احنا بنشوفه دلوقتي هي الشبوره المائيه اللي بالفعل بتكون كثيفه وبتصل لحد الضباب، خصوصا في الفتره اللي هي بعد الفجر كده وبتستمر معانا لغايه الساعه 8 9، بعد كده تدريجيا بتبدا تتحسن الرؤيه على الطرق مع سطوع اشعه الشمس. طيب انا عندي سؤال طبعا دكتور محمود لحضرتك، لان خلاص احنا ايام بتفصلنا عن منتدى شباب العالم، فطبعا زي ما حضرتك عارف هو مقام في شرم الشيخ، حابين برضو نعرف من حضرتك الوضع في شرم الشيخ هيبقى ازاي الفتره اللي جايه. اتفضل يا فندم. الحمد لله، يعني الاستقرار اللي بيعم كافه محافظات الجمهوريه بيكون على راسهم المدن الساحليه، المدن اللي تعتبر مشتى جمهوريه مصر العربيه زي شرم الشيخ، الغردقه، الاقصر، اسوان، هذه المناطق وعلى راسهم طبعا شرم الشيخ عشان المنتدى، طقس مشمس فعلا وطقس مستقر بشكل كبير. احيانا يتخللوا بعض السحب او فرص امطار خفيفه ولكن غير مؤثره الحمد لله، ما فيش حتى الان خلال على الاقل 7-8 ايام القادمين اي فرص لحالات قويه من حالات عدم الاستقرار ممكن تاثر على كافه. يعني هو الطقس هناك شبه القاهره، يعني نفس اللبس نفس، يعني عشان برضو الناس المسافره تبقى فاهمه. طبعا احنا بس ناخد بالنا نفس نوعيه الملابس طبعا، بس ناخد بالنا من الشبوره وكثافتها على الطرق، انما بخلاف كده نفس الملابس اللي احنا بنلبسها، الجو ممتع جدا في شرم الشيخ سواء في فترات النهار او في فترات الليل. حلو جدا. جميل. سعداء كالعادة بسماع صوت حضرتك وإن شاء الله نلتقي على خير. دكتور محمود بنشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم. شكرا لحضرتك. نروح فاصل ونرجع بعدين نكمل كلام. اتفضل.